إذن يعني يبدو بأن البيانات الأمريكية هي التي ستحدد المسار الفعلي لتحركات الفيدرالي الأمريكي، وخاصة بأن توجهات أيضا جيروم باول كانت واضحة بترك الباب مفتوح أمام التوجهات المقبلة. نتحدث بشكل أوفى حول تحركات الأسواق، وتنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نادية معنا. يعني متابعتنا للأسواق، ويبدو بأن الأسواق الأمريكية بدأت أيضا تسعر الموعد قد يكون لبداية خفض الفائدة في مايو المقبل من عام 2024. برأيك اليوم إلى أي مدى مسار الأسواق سيبقى أيضا وإقبال المستثمرين على الأصول الخطرة؟ اهلا وسهلا سالي. طبعا مثل ما شاهدنا ان بالفعل الاسواق بدات ان تسعر تخفيض اسعار الفائده، وكان في تباين بين جولدمان ساكس ومورغان سالي تقريراتهم الى خفض اسعار الفائده، ولكن يعني الاسواق بشكل عام تسعر ان سيكون في تثبيت في شهر ديسمبر، وذلك طبعا يعتمد على البيانات التي رايناها وتراجع او تباطؤ في التضخم الى ذلك، يعني أثر بشكل كبير على توقعاتنا إلى مدى سيفعل الفيدرالي في شهر ديسمبر، وأيضا توقعاتنا إلى 2024. طبعا التخفيضات ممكن أن تبدأ في السكند كوارتر أو تبدأ في جولاي حسب طبعا البنوك الكبرى، ويعني هذا الذي ما يجري في الأسواق الآن وتوقعاتنا. في طبعا تباين في التثبيت بسبب يعني تصريحات باول التي كانت هوكش، ولكن مع هذه البيانات هذا الاسبوع في يعني تغيير في التوازن بهذا التوقع. ولكن برايك نادية، تحركات الدولار هذه المرة، هل نريد أن يعني ننتظر لنستمع تصريحات باول في اجتماعه الأخير، أم أن هذه البيانات قد تكون حاسمة أكثر بالنسبة لتحركات الدولار برأيك؟ طبعا شاهدنا أن الدولار ينخفض يعني إلى أدنى مستوياته منذ عام عند 104. طبعا هذه الانخفاضات جاءت بسبب انخفاض وتراجع التضخم، هو كان السبب الرئيسي إلى ارتفاعات الدولار، وطبعا زيادة في أسعار الفائدة التي شهدنا الدولار راليينج طبعا بسبب تشديد السياسة النقدية. والآن عندما نأتي إلى نهاية التشديد والبيانات التي تأتي بضعف عن الاقتصاد ونمو الاقتصاد، نشهد أن الدولار في يعني تغيير التوازن. طبعا شهدت المخاطرة الآن يعني رايحة في اتجاهات أسواق الأسهم، وطبعا البيتكوين مثل ما رأينا أيضا ارتفع ب 5%، فيعني نرى أن سيكون في تحركات let's say cyclical rotation الآن في الأسواق طبعا بسبب هذه البيانات التي شاهدناها. يعني نعم نادية، يعني عم نتابع اليوم تحركات أسعار النفط والتراجعات الواضحة قاربت الآن يعني قرابة 1%، بيانات المخزونات الأمريكية اللي عم ترتفع، وأيضا البيانات الاقتصادية التي لاحظنا فيها بعض التحسن من الاقتصاد الصيني. برأيك اليوم إلى أي مدى الأسواق النفط تسعر العوامل الرئيسية، إن كان من تراجع الطلب أو إن كانت بناء على البيانات الاقتصادية من أكبر مستهلكي النفط؟ صحيح سالي، يعني من بعد البيلد اب او الاتساع في مخزونات النفط حسب الاي اي اي والاي بي اي، شهدنا ان بدات التراجعات تستمر في اسعار النفط. برانت الان يعني يتداول عند مستويات $80، ودبليو تي اي عند دون مستويات $80 عند $76. ممكن ان نشهد هذه طبعا التراجعات تستمر، في حين ان التفاؤل بسبب تخفيض الانتاج شويه فيدد في الاسواق، والآن يعني الأسواق تلين أكثر إلى يعني التفاؤل بشأن التخفيضات الإنتاج أيضا اتفيدت أوي. وطبعا عندنا بيانات من الصين يعني نشهد أن سيكون في ضعف أكثر للطلب، وطبعا في ارتفاعات للسبلاي، فهذا يقود أسعار النفط إلى الانخفاض. شكرا لك نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب.